2019 أشوف إن ده بالنسبة لهم عام التوازن. مواليد الحوت في 2019 هيكونوا بيدوروا إن هم يكونوا دايما عاملين توازن ما بين حياتهم العملية وحياتهم الشخصية، وهم هيكون إن شاء الله عندهم قدرة إنهم يعملوا ده، لأن حتى التوازن موجود في الحالة الفلكية. يعني عندهم ضغوط مهنية لأن المشتري موجود في وضع معاكس معاهم مهنيا، فده يحط عليهم ضغوط مهنية كتير، لكن في نفس الوقت من أول 6 مارس عندهم أورانوس بيخليهم يعرفوا يتصرفوا حلو، يعني بيحسنوا التصرف قدام أي مشاكل. من أول السنة أنا شايفة إنه وجود كوكبين مهمين هما بيدعموهم، بلوتو ونبتون، بيخلي دول في منزل المشاريع والأصدقاء، فده بيخلي عندهم ناس تقف جنبهم وتساعدهم وتدعمهم كتير. كمان أشوف إنهم عندهم استعداد إن هم يجتهدوا أكتر ويقوموا حتى بعمل إضافي، يعرفوا كمان يوطدوا علاقتهم جدا بالناس اللي حواليهم، وده أكتر هيكون من أول 6 مارس. وجود نبتون كمان في برج الحوت بيدي مواليد الحوت فرصة إن هم يوطدوا علاقتهم بالخارج، يعني لو هم في سفر أو بيعملوا في مجالات فيها سفر هيكونوا عندهم قدرة، أو بيتعاملوا مع جهات أجنبية هيكون عندهم القدرة إن هم يوطدوا صلاتهم أكتر بالخارج. عموما حتى لو في ضغوط مهنية زي ما قلنا، لأ عندهم من أول 6 مارس قدرة إن هم يلاقوا حلول لأي مشاكل في الشغل إن شاء الله. أما من الناحية العاطفية فبرضو عندهم سنة توازن هايلة، لأن مواليد الحوت المتجوزين هيكونوا عايزين دايما إن هم يعملوا مشاركة حقيقية مع شركاء الحياة، فهيكونوا دايما حابين يكونوا متواجدين وفي نشاطات مشتركة تجمعهم دايما بشركاء حياتهم. كمان علاقتهم هتكون فيها، أشوف إن هيكون فيها نضج أكتر ووعي أكتر في السنة الجديدة إن شاء الله. أما اللي مش مرتبطين فبرضو بشوف إن نبتون في برجهم بيديهم طاقة عاطفية حلوة، وزحل وبلوتو في منزل الأصحاب ده بيديهم فرص حلوة للحب من خلال الأصحاب. أشوف إنهم كمان هيكون عندهم نضج أكتر في نظرتهم للحب، هيكونوا بيدوروا على حب صادق مش حب تقليدي، ومش وحب بدون شروط. أشوف إنه أكتر أوقات ممكن يكونوا عندهم حظ في إنهم يلاقوا الشخص المناسب هيكون شهر أبريل وشهر يوليو وشهر أكتوبر إن شاء الله.